وآخر مثال لدينا جماعة التبليغ، فهؤلاء كما تعلمون يبلغون الملايين وينتشرون في العالم الإسلامي بل وفي العالم الغربي أيضا، ولكنهم ليسوا على المستوى العلمي الذي ينبغي أن يتحقق به كل داعية يدعو الناس إلى الإسلام، وبخاصة إذا كان داعية في بلاد الغرب وفي بلاد الكفر، ذلك لأن الإشكالات والشبهات التي ترد عليهم هناك أكثر مما يرد عليهم في هذه البلاد. فإذا لم يكن متمكنا في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اضطر أيضا أن يجيب من عقله من جهله لنقل، فيضل ويضل به كثير من الناس. لهذا أنا أرى أن الشباب المتحمس اليوم لا يوجد هناك رئيس تفقه قبل أن يتسود، فهذه مشكلة الدعاة في العالم الإسلامي اليوم.